السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. عندي طريقة الامتحان الشفوي، يعني شلون تجي طريقة الامتحان الشفوي للغة الإنجليزية طلبوه من عندي. امتحانكم الشفوي طبعا هاي مو للخارجي، الخارجي ما عندهم شفوي، عندهم فقط تحريري، لكن هذا للصف السادس الابتدائي الصباحي والمسائي. عندهم امتحان شفوي، يعني يمتحنون بالمدارس حسب كل مدرسة، يعني المعلمين هم أو المعلمات هم اللي يسوون الأسئلة. زين، مثل ما قلنا الخارجي يعني ما لهم دخول بهذا الامتحان الشفوي. الامتحان الشفوي سادس ابتدائي صباح ومسائي، امتحانكم من 40 درجة والستين درجة تحريري. راح تكون 40 درجة مقسم على 3 اختبارات، 3 اختبارات، يعني 10 درجات listening، يعني الإصغاء، 10 درجات listening الإصغاء. يقرأ لك المعلم قطعة من ضمن الكتاب، يعني من ضمن المنهج مالتك، مثل عندنا هذا الماي ماجازين اكو عندكم، وماي فاميلي، هذني اكو قطع، ها عيني، هاي الماي ماجازين مثل هيش قطعة يقرأ لك اياها، وبعد عندنا ماي فاميلي، ويعني من ضمن الكتاب القطع، شنو القطع الموجودة عندك، ها عيني، يقرأ لك إياها المعلم بس بدون ما أنت تشوفها، ها عيني، يعني ما تشوفها، وبس هو المعلم يقرأها وتستمع، لازم تستمع للأسئلة، يعني خاطر يسألك هم ما تشوف الأسئلة بس تستمع له وبعدين أنت تجاوب. شوف طريقة المعلم شنو، يعني الجواب yes or no أو true false، يعني حسب كل معلم اللي يطلب من عندك. هذا بالنسبة للليسنينج من 10 درجات، يعني راح تكون الليسنينج 5 نقاط، كل نقطة عليها درجتين. هاي انتهينا من الليسنينج الإصغاء 10 درجات. نجي على اليمن، على الريدينج، هم قطعة هم نفس الكتاب، نفس ذن القطع اللي فاميلي والماجازين، يعني وغيرها، بس تقرأ، يعني شو يطلب من عندك، بس تقرأها، ما يطلب يعني أسئلة، بس تقرأها ولا يطلب معاني. شوف انت حسب المعلم، ويقول لك مثلا، يقول لك مو قرأتها وكملتها، لازم قراءة حلوة وبدون أخطاء، وقراءة يعني زينة خاطر تاخذ درجة كاملة عليها. شو يسألك بعد المعلم، يقول لك open your box page مثلا 30، يعني شو يقول لك، افتح الكتاب على صفحة 30، انت تروح تفتح الكتاب على صفحة 30، open، يقول لك open your box page 30، رأسا انت من تسمع كلمة 30 open، يعني تفتح الكتاب على صفحة 30 تقرأ ذني، هاي هم اقراهن هاي القطع، هم مطلوبات من عندك، عيني. تقرأ له فد سطر سطرين، تقرأ له يعني في السطر سطرين، لازم تكون قراءتك مثل ما قلت يعني حلوة وصحيحة. هاي 10 الأخ، قلنا 10 reading و10 هذا listening الإصغاء. تبقى 20 درجة أسئلة، هذه كتبتها لكم، 20 درجة هذه الأسئلة، يلا عيني، هاي 20 درجة، هذه الأسئلة. زين، خلينا نشوف شنو نوع الأسئلة. هم قلنا حسب كل معلم شنو يسأل. السؤال الأول What's your name؟ هاي يعني مر علينا What's your name؟ يعني هاي سؤال عام، شنو اسمك؟ تقول لك My name is Ali، My name is Noor. شوف أنت شنو اسمك. How old are you؟ كم عمرك؟ I am 12 years old، I am 11 years old. Where do you live? وين تعيش؟ I live in Baghdad. I live in Basra. وغيرها. How many brothers do you have? كم عدد، يعني كم عدد الأخوة لديك؟
قل له I have 3, I have 2, I have 1, I have 4. How old is your little brother? How old is your little brother? كم عدد كم عمر أخوك هذا الأصغر؟ He's 7. يعني عمره 7 سنوات. 6. What is your dad's job? شنو مهنة الوالد أو شنو مهنة الأم؟ He's مثلا teacher. He's a doctor. هيز يعني اي شنو المهنه مالت الاب، شنو المهنه انت تقول له. وير داز دكتور ورك، شنو وين يعمل الدكتور، وين يعمل بالمستشفى. هي وركس ان ا هوسبيتال. وير ار يو فروم، وين اين تعيش. ام فروم عراق. What do you want to be when you grow up؟ ماذا تصبح عندما، ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، يعني شو تصير. I want to be a teacher. أنا أريد معلم، أريد دكتور، دكتور. What time do you go to school؟ شنو الوقت اللي تذهب إلى المدرسة. I go to school at 7:30. أذهب إلى المدرسة بالسبعة ونص. Where does rebar come from؟ من أين يصنع المطاط، من الشجر. It comes from a tree. It comes from a tree. Comes from a tree. Hello, how are you today؟ Hello، يقول لك كيف حالك اليوم. I'm fine thanks. يعني بخير والحمد لله. What size are you؟ يعني يقول لك أي شيء عن الحجم. 37 أي شيء، يعني تقول لك عن الحجم. هاي عيني طريقة الأسئلة الشفوية اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، مثل ما قلنا فقط للصباحي والمسائي، والخارجي ما مطلوب من عندهم. إن شاء الله التوفيق.